هنروح مع يا كابتن اسامه. لا هنروح من زميلنا فاروق صلاح من على فكرة. غرفه الملابس. مش كويس والله، ولقاء والله ما مع كويس. علي معلول والله ما كويس يا اسامه. ماشي براحتك. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، تتويج النادي الاهلي بطلا لكاس السوبر للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. واحد من اللاعبين اللي حبه ارتبط مع جماهير النادي الاهلي، وارتبط عشقنا لتونس ارتباطا وحبا لعلي معلول. كابتن علي مليون مبروك، كأس غالية في توقيت غالي، وفرحة الجمهور النهاردة غالية جدا بالنسبة لكم، وبطولة غالية جدا. أول حاجة الحمد لله والف الف مبروك إن شاء الله لكل جماهير النادي الأهلي على التتويج في بداية سنة. نعرفوا السنتين اللي تعديهم ما كناش في أفضل حالاتنا، ما كناش اتوجنا بالألقاب، لكن تعهدنا أنه الموسم هذا إن شاء الله باش يكون مغاير. الحمد لله ابتديناها بتتويج مهم ومهم جدا مع الفريق المنافس نتاعنا. كما قال الشناوي يمكن فما ناس كثير شكت في النادي الاهلي ونسيت انجازات النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يقعد ديما بطل افريقيا، يقعد ديما رقم واحد في افريقيا، وهذا اكبر جواب اليوم على التتويج. ان شاء الله القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله البطولات الكل بحول الله بحول الله ان شاء الله نكون متواجدين فيها ان شاء الله. علي معلول واحد من اللعيبه اللي بيعشق ماتشات الدربيات، ودايما بيبقى موجود، دايما متواجد، دايما الحماس موجود في هذه المباراه. اكيد اكيد المقابلات الكبيره هي اللي بتصنع اللاعبين الحمد لله، لكن مش علي معلول اليوم، كانت الفرقه الكل على قلب رجل واحد، الناس الكل اللي شاركت واللي ما شاركتش في المقابله، كانت الكل عندنا هدف واحد هو الانتصار والتتويج باللقب. الف الف مبروك للاعيبه الرجاله هذم، وان شاء الله يا ربي يكون موسم بطولات بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. كلمه اخيره من القلب الجمهور النادي الاهلي اللي رسم ملحمه النهارده في ملعب هزاع بن زايد. احنا متعودين انه الجماهير تكون موجوده باعداد كبيره في مثل هذه المناسبات، لكن لازم يثقوا في اللاعبين هذوما، يثقوا اكثر في الفريق اللي موجود مع دعمهم، هم ان شاء الله قادرين ان نكونوا احسن واحسن ان شاء الله. اشكرك يا كابتن علي، وبدايه البطولات لهذا الموسم والمواسم القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن.